مصطفى تاج الدين ابو الوفا، كليه طب في سنه اولى. اهلا بيك يا مصطفى. مبدئيا كنا عايزين نعرف ايه رايك في المسابقه. يعني انا شايف ان اي مسابقه مهما كانت يعني لازم تتعمل، خاصه في القران، لان يعني الغايه من المسابقات ان الواحد يبقى بيراجع، بيشوف اسئله جديده، بغض النظر عن العقد، يعني لو في جوائز او حاجه زي كده مش بتبقى حاجة مهمة جدا زي ما يكون الناس بتتجمع. يعني أنا دخلت في مسابقات وكسبت يعني، بس ببقى مثلا التاني أو التالت على المحافظة أو حاجة زي كده. يعني حافظ كام جزء؟ قرآن كله. ما شاء الله، شكرا لك يا مستر. العفو جدا، وشكرا لكم إن أنتم بتشجعوا الناس يعني على المشاركة في المسابقات واللقاءات والحاجات زي كده.